الكتريكال بيرن، ستيرلينج بانل بتاع 1948 كان ليه ملاحظات على الالكتريك بيرن، سيفير كيسز اوف الكتريك انجري بتعتبر كومبلكس بروبلم اوف فليكشن كونتراكشرز لوس اوف ميني تندونز اند نيرفز، وده بينسيتيت ان احنا نعتمد على ريكونستراكتيف بروسيدورز بتشمل تندون جرافتس او نيرف جرافتس او سكين كفرج او سكين جرافتس او سكين فلابس، ولقى ان الليمب بيبقى فيه نفس الدستراكشن والفايبروزس اللي بيبقى موجود في حالات السيفير انفكشنز. الالكتريك بيرن من الحاجات اللي اتحسنت بعد كده في نتيجة التحسن في الاوكيوبيشنال سيفتي والاديوكيشن والتحسن في الاكويبمنت، لكن بالرغم من كده لا يزال يمثل الالكتريك بيرن حوالي من 3-5% من كل الادميشن اللي موجود في البيرن سنتر، وبيمثل برضه 3% من الورك ريليتد ديس. الاحصائيه دي معموله في 2013 و2014، وكمان الانسيدنس ازيد من في الميل بالنسبه للفيميل بنسبه 2:1، لكن في التشايلد هود ده في التشايلد هود، لكن في الادلتس النسبه بتبقى اكتر من كده، بيبقى معظمها ميل. التشيلدرن بيبقوا مور كومونلي انجرد في الاكسيدنت، وبنشوف الانجري في التشيلدرن دي بالذات في سن اقل من 6 سنوات، وخصوصا في الان اتندد تشيلدرن. السيفيريتي بتاعت الانجري بتبقى مالتي فاكتوريال، يعني لما نيجي نتكلم على الكتريكال بيرن لازم نشوف كذا اكتر من فاكتور، ايه الفولتج وايه هو الكرنت امبير او الانتنسيتي بتاعت الكرنت، والتايب اوف كرنت هل هو الترنيتنج او دايركت كرنت، والباس اوف كرنت فلو والديوريشن اوف كونتاكت والريزيستنس عند البوينت اوف كونتاكت. طيب احنا بنيجي نقسم الالكتريك بيرن او الالكتريكال بيرن اللي له فولتج وهاي فولتج الكتريك بيرن، او هو اقل من 1000 فولت. اللو فولتج بيبقى لوكالايزد تو اريا اوف كونتاكت. كان زمان احنا بنقول ان عندنا انلت واكزت، احنا بنفضل ان احنا نقول الكونتاكت بوينت. الهاي فولتج بيبقى اكتر من 1000 فولت، والدستركتيف باترن بتاعته بتبقى نوت لوكالايزد، لكن بتعمل حاجه اسمها سبريدنج اوت فينومينا، والانجري بتاعته بتريزمبل الكراش انجري، وممكن يشبهها بالتب اوف ايسبيرج زي الجبل الجليدي اللي بيبقى موجود في الميه. انت ممكن تشوف الانجري من بره او من على السطح، بتبقى حاجه بسيطه جدا، لكن في الدبس بيبقى فيه مور سيفير انجري. الدوميستيك كويرنج في اليونايتد ستيتس معظمه بيعتمد على الترنيتنج كارنت، الدايركت كارنت مش هنشوفه الا في الاندستريال فيلد. ولسه الجزء النقطه اللي انا قايلها دلوقتي ان احنا عندنا كنا بنقول ترم انترانس واكزيت وند في، يعني ده بيعتبر ان اكيوريت، لكن لو عايزين حاجه ادق هنقول الكونتاكت بوينت. الكونتاكت بوينت ده مور بروبليمز. طيب اللي عندنا الكونتاكت بوينت دي ممكن تكون يعني الهيب اند نيك، او ممكن تكون في الهيب على حسب التيار جاي ازاي، الكونتاكت بوينت جاي موجوده فيه. طيب دلوقتي في ظواهر موجوده مع الالكتريك بيرن ان ممكن واحد يقول ان هو بيتحرق التيار نسبه. التفسير بتاع الظاهره دي ايه؟ ان احنا عندنا دلوقتي لما الواحد بيتعرض للالكتريك انجري فبيحصل ستيموليشن للفليكسورز والاكستنسورز، الاثنين بيبقوا ستيموليتد باي كارنت، لكن الفليكسورز اقوى من الاكستنسورز وبتوفر باور الاكستنسورز، فبتخلي البيرسون ان ايبل تو ليت جو فولنتري، عشان كده بيبقى في حاجه اسمها نو ليت جو فينومينا. في فاكتور تاني مهم جدا، ايه هو الريزيستنس؟ الريزيستنس احنا عندنا بتاع طريق الكهرباء بالاوم، وده بيختلف باختلاف التيشوز، يعني احنا عندنا دلوقتي مش كل التيشوز بتاعه الجسم فيها نفس الريزيستنس للكرنت. السكن وخصوصا اللي هو الكالوزد سكن او الهيفي كالوزد هاند بتريزمبل هاي ريزيستنس، لكن الحاجات المويست سكن ده الريزيستنس بتبقى اقل. طيب الريزيستنس بالنسبه للتيشوز احنا عندنا اضعف حاجه في الريزيستنس بتبقى البلاد فيسلز والنيرفز، وبعد كده
بيبقى فيه عندنا الماسل وبعد كده بيبقى فيه السكن واللحوم. علشان كده ده هيبقى ليه انديكيشن مهم بعد كده ان التيار الكهربي لما بيعدي في الديفرنت تيشوز دي بيتولى عنه حراره. الحراره دي يعني هتعمل برضو انذر تايب انجن مع الالكتريك انجن. هيبقى فيه ثيرمال انجري اسوشيتد معاها. عشان كده اما نيجي نعمل كلاسيفيكيشن للالكتريك انجري من الكلينيكال بوينت اوف فيو فبنقسمها لترو الكتريك انجري دي بتبقى كوزد باي فلو اوف كرنت. وفي عندنا حاجه اسمها ارك انجري. الارك انجري دي ان احنا عندنا بيبقى فيه طيار بيعدي ما بين تو اوبجكت فرق في الجو. في كمان فليم انجري ده بيحدث نتيجه الاجنيشن كلوزنج او السراوندنج. وفي بعد كده اللايتنج سترايك اللي هي ضربه الصباح. يبقى احنا هنقول ان في لو فولتج تقسيمه ثانيه اللي هي تايب الكتريك انجري لو فولتج وهاي فولتج واللايتنج. اللو فولتج بتبقى اقل من 1000 فولت، الهاي فولتج اكتر من 1000 فولت، واللايتنج سترايك بتوصل اكتر من 2 بليون فولت. طيب اللو فولتج غالبا ده بيبقى عباره عن الترنيتنج كارنت اللي هو موجود في معظم البيوت. والديتيلز بقى هنقولها اكتر في المرحله القادمه. الالكتريك ارتس دي ممكن تديفولوب هيت اب تو 4000 اند كوز فلاش تايب انجري وزود اكشوال كارنت باسنج ثرو ذا بودي. يعني هو الارتس في حاجه اسمها الكتريك ارتس. الارتس دي ما هياش ترو الكتريك كارنت بيعدي من خلال البودي، لكن ده بيبقى زي انفجار بيحدث نتيجه فرق في الجهد ما بين تو اوبجكتس فبيتولد عنه حراره عنيفه ممكن توصل لحد 4000 فولت او 4000 درجه او اكثر. طيب الجزء المهم ان احنا عندنا لما يبقى في الكتريك كارنت بيعدي اكثر اماكن بتتضرر هي الريست والانكل، وبتبقى الانجري فيهم سيفير لان الكروس سكشنال اريا في المناطق بتاعت الريست والانكل دي بتبقى اكثر بتبقى اقل ما يمكن. فعلشان كده الانتعاش الحراري بيبقى اكثر ما يمكن. ديب تيشوز يعني وخصوصا البون او البري اوسيوس تيشو ده نتيجه برضه ان الريزستنس فيهم بتبقى عاليه بتبقى اكتر مكان برضه بيتاثر بالحراره. علشان كده اثناء الاكسبلوريشن بتاع الفور ارم بتلاقي ان الانجري كل ما تنزل للديب تيشوز كل ما تبقى اكتر، وخصوصا في الجزء اللي هو ما بين التو بونز بتوع الفور ارم. يعني هتلاقي ان اكتر جزء متضرر هي البورنيتو كوادريتس. دي بتبقى اكتر حاجه اتضررت بسبب الحراره وبسبب الالكتريك. طيب زي ما احنا قلنا برضو ان الاكتر الموضوع كله ليه علاقه بالريزيستنس بتاع الايشو. فاكتر اقل مكان بيبقى فيه ريزيستنس هو النيرف، وبعدين البلاد فيسلز، وبعدين الماسل، وبعدين السكن، وبعدين التندون، وبعدين الفات، وبعدين البون. طيب الستريت امبورنيوم ده المفروض ان هو بيشتغل كانسوليتور، وده بيدي يعني دي الجزء المسؤول عن الريزيستنس في الجلد، هو اللي بيدي الجلد الريزيستنس العاليه بتاعته. الستريتم طبقه الستريت امبورنيوم. طيب الجزء اللي انا قلته في يعني في شويه فيزكس كده اللي هو السيفيريتي اوف انجري بتبقى انفيرسلي بروبورشنال للكروس سكشنال اريا وذ انفولفد بار. يعني انا لو بتكلم على السيفيريتي اوف انجري في الساي وهقارنه مثلا بجزء زي الريست او جزء زي الانكل، لا هلاقي ان السيفيريتي اوف انجري بتبقى موجوده في الانكل وبتبقى موجوده في الريست بتبقى اكتر لان الكروس سكشنال اريا هناك بتبقى اقل. في بعض القوانين كده اللي هو الام لو بتاع الريزيستنس والكرنت فلو، وان الكرنت بيساوي الفولتج على الريزيستنس، والاماونت تو بيك جنريتد دي بتتقاس بالجول اللي هي الباور، ودي بتساوي الفولتج في الكرنت تمام، وان الباور بتتناسب طرديا مع الكرنت وبتتناسب برضه طرديا مع الريزيستنس. الباثوفسيولوجي بتاع الالكتريك بيرن ما هوش بنسبه 100% مفهوم، لكن بيحصل حاجه اسمها الكترو
بريشن وبيحصل حاجه اسمها الكتروكيمي وبيبقى في الكتروكيميكال انتر اكشنز وثيرمال انتر اكشنز. بيبقى في الكترو كونفورميشنال ديناتوريشن اوف ترانس ميمبرين بروتين بيتعكس بيحصل تشينجز في البولاريتي بتاعت الامينو اسيدز وبيحصل لخبطه في الجيتس بتاعت السيل وبيحصل حاجه اسمها الكترو بريشن. الالكترو بريشن ان بيحصل فورميشن اوف ايكو سبورز في الليبيد باي لاير وكمان بيحصل تشينج في الايونيك انفايرمنت بتاع السيل وبيعقوه في الاخر ابوبتوسس. الفولتج جيتد بروتين تشانلز كلها برضه بتتلخبط في الايونيك انفايرمنت وبيحصل كمان نيكروزس على المستوى الماكروسكوبيك ده بيحصل كمان نيكروزس في الفاسكولار وول وبيحصل ثرومبوزس وديستراكشن اوف ارتيريال اندوثيليوم وبيحصل بروجريسيف ماسل نيكروزس ده نتيجه ان البلاد فيسلز او البرفوريتورز اللي بتغذي المصل كمان بيحصل فيها ثرومبوزس ويحصل فيها انفكشن عشان كده بيحصل اكستنسيف ماسل نيكروزس وممكن يبقى التشينجز دي ما هياش ايميديت لا ده انت ممكن تحصل على مدار اسبوع يعني انت ممكن تيجي تدخل عيان يعني كلينيكالي بقى ان انت ممكن تدخل عيان تعمل له ديبرايدمنت وبعد كده تلاقيه بيحتاج سكند سيشن وبيحتاج ثيرد سيشن وتفضل الباثولوجي دي بروجريسيف علشان كده العيان بيحتاج سيريال ديبرايدمنت وممكن تفضل ان انت تعمل كونزرفاتيف ابروتش لحد ما الكونديشن تبقى سيتل. طبعا هو دلوقتي الريبوتس اوف ليمب امبيوتيشن مع الالكتريك انجري طبعا هي قلت خلال العقود الاخيره تدريجيا لان بقى فيه طبعا يعني تطور في الريكونستراكتيف بروسيدجرز والليمب سالفج برضو بقى افضل لكن برضو ستيل في حالات بيتعمل لها امبيوتيشن والريكونستراكشن برضه بتاع الحالات برضه يظل تشالنجر. الاوسيس تيشو زي ما احنا قلنا ان هو بيبقى اكتر مكان بيبقى فيه ريزيستنس للالكتريستي واكتر مكان بيديفلوب هيت. الماجنتيود اوف تيشو دامج بيبقى ريليتد للكروس سكشنال اريا بتاع الاكتريكتد بارت والماسلز بتبقى بتمثل اللارجست كروس سكشنال اريا في الهيم وبتكاري البريدومينانت الكتريك كارت. طيب الجوينت ارياز زي الريست وزي الانكل دي اكتر مكان بيبقى فيه هاي ريزيستنس لان دي اكتر مكان بيبقى فيها بون كروس سكشنال اريا اقل بيبقى فيها تندنس وسكن وكل ستراكشرز دي بيبقى فيها هاي ريزيستنس للكرنت فلو اكوردنج للبون. ده الجزء بتاع الاركنج دي صوره موضحه هنا الاركنج او الفلاشنج الظاهره دي ان بيبقى فيه يعني تيار كهربي بيمر بين تو اوبجكتس بيبقى ليهم فرق في الجهد وبيعدي ما بين في الهواء مثلا حاجه المفروض ان هي بتبقى نون كوندكتيف فبينتج عنها توليد قدر كبير جدا من الحراره وبيحصل ثيرمال انجري ممكن طبعا زي في الصوره دي طبعا بيتولد كميه كبيره جدا من الحراره وممكن النار تمسك في هدوم المصاب فالظاهره دي اسمها اركنج او فليشن. طبعا في دي دي اي مخصوص دلوقتي المفروض موجود في الناس اللي بيشتغلوا في الكهرباء او الجاستن فالاركنج دي ممكن بيحصل يعني بريدجنج اشورت ديستانس 1 سنتي ممكن توصل لحوالي 20,000 فولت علشان يحصل الظاهره بتاعت الاركنج. طيب الايفكت بتاعها ممكن يبقى فيري مينيمال سكين وونز لكن ممكن برضه تبقى تعمل تشارنج للتيشو وتعمل تيشو فابورايزيشن. طيب احنا بنعمل ايه في الحالات بتاعت الالكتريك ديستنس؟ اول حاجه ان احنا بنعمل تيرنج اوف للباور سورس ان انا اوقف الباور سورس وان انا سيبريت الفيكتيم من السيركت يوزنج سبيشالي انزوليتد بول والمفروض ان احنا بعد كده بنبتدي نعمل ماوس ماوس بيزنج لو ونعمل سي بي ار ونعمل ادفانسد تروما لايف سبورت. طيب هل الالكتريك بيرن ده بيقوم بيه دكتور الحروق بس؟ لا ده هو بيعتمد على مالتي ديسبلينري تيم ابروتش والمفروض ان ده بيتم علاجهم في بريفايد بيرن سنتر لان العيان بيحتاج حاجات كتير بيحتاج كاردييك مونيتورنج وبيحتاج ممكن يحتاج اكسبلوريشن ممكن يحتاج ديكومبريشن للكومبارتمنت سندروم
بيحتاج كمان كومبلكس فلويد مانجمنت استراتيجي علشان ممكن يحصل يوترينال انجري من المايكروبينوريا. والبلاستيك سيرجن طبعا كونسلتيشن مهم جدا علشان الريكونستراكتيف بارت او ريكونستراكشن بارت سواء بفلابس او ريكونستراكشن نيرفس او ريكونستراكشن فيسلز, وكمان فيزيكال ميديسين ريهابليتيشن سيرفيسز. وكمان نقدر نضيف كمان الايه الجزء بتاع السايكولوجيكال سبورت. طيب الالكتريك دامج للارج ارتري ده بيعتبر حاجه كاتاستروفيك, يعني يحصل انجري للديك فيسل ده ممكن يؤدي الى امبيوتيشن في الاخر, والريسك اوف امبيوتيشن بيبقى هاي بيوصل ل 37-65% في الحالات اللي هي بتبقى هاي فولتج الكتريك بيرن. يبقى احنا عندنا في فلاش بيرن, والفلاش بيرن اللي احنا اتكلمنا عليه مع الفلاش ارتس والالكترو ثيرمال بيرنس ده برضه ممكن يحصل الكرنت باسج من خلال البودي بيحصل معاه كونكومتن هيت برودكشن. الجزء بتاع الباثولوجي ان بيحصل انجري للممبرين من ضمن السيلز اللي بتتاثر هي الماسل سيلز, ويحصل حاجه اسمها رابدومايولايسيس, وطبعا يحصل ايز للمايوجلوبين اللي بيترص في الكلى بيعمل اكيوت رينال انجري. بعد كده بالنسبه للتريتمنت احنا عندنا بنعمل البيزك برنسبلز بتاعت الادفانسد روما لايف سبورت, وبيبقى في عندنا حاجه اسمها الجولدن اورز ان احنا المفروض كل ما بنتدخل بدري وبنعمل فلويد ريسسيتيشن للعيان, وبنعمل العيان سي بي ار لو احتاج, او يعني كل ده بيفرق مع العيان. وكمان الالكتروكارديوجرافيك, وسؤال مهم جدا, هل كل العيانين بيحتاجوا ان احنا نعمل لهم الكتروكارديوجرافيك مونيتورنج, وبنحتاجه لمده قد ايه, وازاي ان انا اشوف العيان ده اتريسك الكومبارتمنت سندروم ولا مش اتريسك. طيب الالكتريك بيرن او الالكتريكال بيرن ده بيأثر مالتي اورجنز, ممكن يأثر السي ان اس, ممكن يأثر الكارديوفاسكولار سيستم, الريسبيراتوري سيستم, البونز, الاوديتوري سيستم, الاوكولار سيستم, ممكن يأثر الادومينال اورجنز طبعا غير ال الموند انجري اللي بيبقى موجود عند الكونتاكت. دلوقتي في بالنسبه للجزء بتاع الكارديولوجيكال مونيتورنج, الكاردييك مونيتورنج بعمله لو حصل لوس اوف كونشسنس, او ان كان العيان فيه اي سي جي ابنورماليتيز او ايفيدنس اوف اسكيميا, او ان كان فيه ديسبريزميا دوكيومنتد بيفور ادميشن للهوسبيتال, او ان العيان احتاج كارديوبالمونري ريسوسيتيشن. لكن لو العيان اسيمتوماتيك وستيبل وعملت له اي سي جي انيشال اي سي جي والعيان ما عندوش اي ريسك, العيان ده ما بيحتاجش الكاردييك ان انا اعمل له انبيشنت كاردييك مونيتورنج, ما بيحتاجش ان انا احجزه في اي سي يو واعمل له كاردييك مونيتورنج, الا لو كان في الانديكيشنز اللي موجوده سواء كان لوس اوف كونشسنس او اي سي جي ابنورماليتي, او ان العيان اساسا ريسكي وعنده دوكيومنتد اريزميا قبلها, او ان العيان كان محتاج من الاول سي بي ار كارديوبالمونري ريسوسيتيشن. طيب بنحجزه لمده قد ايه؟ احنا بنحجزه لمده 24 ساعه او 48 ساعه. الكارديك ابنورماليتيز ممكن تشمل بقى الريزميا, ممكن تشمل مايكارديال دامج, وده ممكن يحصل مع اللو او الهاي فولتج انجري. ممكن يحصل اس تي تشينجز او اي اف, دي بتعتبر اكثر الريزميا بتحصل هي الاي اف, وممكن يحصل كمان دي اف فنتريكولار فنتريشن, ودي بتبقى اكثر سبب للوفاه. طيب المفروض الانفستيجيشنز اللي بنعملها للعيان, بنعمل كرياتين كاينيز, والكرياتين كاينيز ده بيبقى دور انديكيشن مايكارديال انجري, وخصوصا لو في سكيليتال ماسل انجري بتبقى اسوشيتد معاها. ممكن نعمل كمان السيرم تروبينين ونعمل سيريال ايكو كارديوجرافي, لكن الاهم في معظم العيانين دول هو الكلينيكال فولو اب والاي سي جي والكلوزد مونيتورنج, ده اهم حاجه وبتعتبر يعني اهم من الانديكيشنز زي السيرم, زي الكرياتين كاينيز او السيرم بروتين.
في كمان الدي ان دي او البيتا ناتريوريتك بوليبيبتايد برضو ممكن من ضمن الانديكيتورز اللي ممكن اعتمد عليها. طيب المايوجلوبينوريا ممكن تنتج من الرابدومايوايسيس ويحصل اكيوت رينال فيلير. طيب هنا في الحالات دي احنا بنعمل ايه؟ المفروض ان احنا هندي العيان رينجر لاكتيت من بين اليورين اوتبوت دبل البول ريت بتاع الستاندرد بيرنيشن او ابروكسيميتلي 100 مللي لكل اور في الادلت اتليست. طيب في حاجات تانية ممكن تتعمل مع التعويض بتاع رينجر فلويدز عن طريق رينجر لاكتيت، ان احنا ندي لوب بيرفيتكس ونعمل الكترونيزيشن لليورين عن طريق صوديوم بايكارب ونعمل نورماليزيشن للسيرم الكترولايز ونعمل ان انا امنع بقى فيرزر ماسل انجري عن طريق ان انا اعمل دي كومبريشن دي الكومبارتمنت سيندروم فامنع الفيرزر ماسل انجري. طيب انا بدي فلويدز وبعوض العيان فلويدز وبعمل كل اللاينز اللي احنا قلنا عليها ان انا بعمل اوبتمايزيشن لليورين والعيان ما بيحسنش. ف ايه السبب في الحاله دي؟ السبب في الحاله دي ان في بروجريسيف ماسل انجري موجود وان العيان ده محتاج دي كومبريشن ومحتاج محتاج يتعمل له ديبلايمنت ومحتاج كمان ان هو يتعمل له في بعض الاحيان امبيوتيشن لو كان انجري بيوند يعني بيوند ريكونستراكشن وكانت اكستنسيف بيوند ديبلايمنت. يبقى هنا في انديكيشن مهم جدا، انا رغم ان انا يعني الكيدني فانكشنز ما بتتحسنش رغم ان انا عمال ادي فلويدز للعيان و بعمل اوبتمايزيشن وبظبط له الالكترولايتس بتاعته لكن الكيدني فانكشنز ما بتتحسنش، في الحاله دي لازم اشوف الباسل كونديشن بتاعته. طيب العيانين اللي هم اللو فولتج الكتريك تيرن بيبقى عندهم ريسك للكومبارتمنت سندروم لكن طبعا الريسك بتبقى اكتر مع الهاي فولتج جيت انجري، دايما بفكر معاهم في ماسل دامج اكتر. وبفتكر دايما الايسبرج اللي احنا عرضناه في اول المحاضره اللي بتبقى موجوده اكتر مع الهاي فولتج الكتريك تيرن وان الانجري بتبقى مور اكستنسيف في الدبس اكتر من الايه؟ اكتر من اللي انا شايفه. طيب الفاسكولار انجري بقى اللي بتحصل طبعا مع الفينوس فلو بيبقى جوبرتايزد زائد كمان بيبقى في ارتيريال انفكشن عن طريق الانجري للارتيريال وول. طيب الفينوس فلو لما بيبقى جوبرتايزد برضه ده بيبتدي يزود لي الفينوس بريشر ويبتدي بعد كده يقفل لي الكابيلاريز وبعد كده يأفكت كمان الايه الارتيريال سايد ويبتدي في الحاله دي بقى طبعا المفروض ان انا بعمل ريليز للكومبارتمنت بريشر. هل انا بعتمد على اللوس اوف بلسيشن؟ لا اللوس اوف بلسيشن الكومبارتمنت ده يعتبر ليد ساين علشان كده انا ايه يعني وانس ان انا سسبكت ان العيان ده محتاج ان هو يعمل دي كومبريشن افضل ان انا اعمل دي كومبريشن بعد ما العيان يوصل لمرحله اللوس اوف بلسيشن. يبقى الايرلي فاشيوتومي يعني من ضمن الحاجات اللي بتعتبر فيري كريتيكال علشان انقذ العيان وانقذ الدم بتاع العيان. طبعا دي صوره هنا للالكتريك انجري للهاند وطبعا اتعمل ديكومبريشن للكربون بانل. طيب السيرجن يوم الثاني يوم الثالث بوست بيرن وممكن العيان يحتاج اكثر من يعني ممكن يحتاج سكند لوك اوبريشن وممكن يحتاج اكثر من نظره علشان يشوف ايه اخبار الماسلز وايه اخبار التيشوز وهل العيان هيحتاج ديبلايمنت اكثر ولا لا. وطبعا احنا قلنا ان احنا ممكن نعتمد على يعني في الاول ما دونتش عم بتو ريكونستراكشن يعني ممكن العيان الانجري بتاعته تبقى بروجريسيف على مدار مثلا اسبوع لان الباثولوجي بيبقى يعني ما بيوقفش في اول يومين او في اول ثلاث ايام.
طيب احنا ممكن نستعين بقى في الريكونستراكشن بحاجات، ببتدي بالحاجات اللي هي المور سيمبل، ممكن اعتمد على الدريسنج واعتمد على الباك. وبعد كده كمان انا ممكن افكر بعد كده في الديبرايمنت واعتمد على الكفرج سكين درافتس او سكين فلابس، وابتدي اعمل ريكونستراكشن للتندونز واعمل ريكونستراكشن للوست فانكشن وابتدي اعمل ريكونستراكشن للنيرف. بعدين المشكله كمان العيان بيحتاج برولونجد بروجرام فيزيكال ثيرابي وفانكشن سبلنتنج، وممكن ابتدي الفانكشنال سبلنتنج دي من اول يوم، يعني من اول الادميشن، واعمل الريهابيليتيشن ده من اول يوم في المستشفى. طيب في مثال هنا كده بعض البروبلمز اللي بتظهر، ان لو انا عندي الكونتاكت بوينت كانت موجوده في الهيدن كليك وحصل اكسبوجر لنون فايبل لافيريان، فممكن في الحالات دي بنعتمد مثلا على حاجه زي الباك او نعتمد على الانتجرا، ده برضو من ضمن الحاجات اللي ممكن نعتمد عليها، وخصوصا لو كان العيان لسه مش ما هواش فيت فور ريكونستراكشن. يعني من ضمن المشاكل اللي بتحصل برضو ان يحصل فيسرال انجري، وده ريبورت في نسبه من الحالات من حوالي 0.5% او 0.4% لحد 1.7%، وممكن كمان ان يحصل انجري للكولون او سمول انتستين. كل الحاجات دي ممكن تبقى افكتد او ليفر او بنكرياس او استومر، او يحصل يورينري بلادر انجري. كل دي كانت ريبورت. في الحالات الابدومينال انجري ممكن نعتمد على السي تي، وممكن في بعض الاحيان بنحتاج ان احنا كمان نعمل لابراتوري. اللايتنج سترايكس من ضمن يعني بتعمل حاجه فيري كاركترستيك اللي هي الليختنبرج فيجر او الفيرنينج ساين، دي تعتبر باسوبرمونيك ساين اللايتنج سترايك. يبقى في دندريتك فيرن لايت برانشنج وسيميكا سباتر نقص سكين زي اللي موجود على الظهر قدام. طيب اللايتنج سترايكس دي ممكن تعمل ريسبيراتوري وكارديك ستاند ستيل، وفي الحالات دي احنا لازم على طول نعمل سي بي ار للعيان، وما تعتمدش ان العيان دايليتد او نون رياكتيف بيوبل، لا انت لازم تكمل سي بي ار. ومن ضمن الحاجات برضو اللي بتبقى مشهوره جدا مع اللايتنج سترايكس ان العيانين دول ممكن يجي لهم رابشر في البانيك ممبرين او الاير درام، ممكن يحصل كمان اتاكشن الميدل او الانر ديستراكشن. كمان ممكن يحصل اي افكشن، ممكن يشمل حاجات كتير، ممكن يحصل سيرمال كريتوباسي ويحصل انتيريور فايتس، او يحصل سبيرسولار كاتاراكت، او يحصل فيتروس هيموريج او ريتينال ديتاتشمنت، او يحصل سنترال ريتينال ارتري او فين اوكلوجن، او يحصل ماكيولار ايديما، او يحصل اوبتيك نيوروباسي. النيورولوجيكال كومبليكيشنز ممكن يحصل حاجات سنترال او يحصل حاجات بريترال، او يحصل حاجات بريفرال نيورولوجيكال انفكشن ممكن تبقى اكيوت او كرونيك، وممكن كمان تبقى ديليد، العين يخش في ديليد بريفرال نيوروباسي. غير كمان بوست تروماتيك ستريس ديس اوردر بيبقى فيري كومن، وبيحصل حوالي 30% من البيشنت بعد اللايف. طيب اللو فولتج الكتريك بيرن هو اللي اقل من 1000 فولت. قلنا ان احنا عندنا بيبقى في الترنيتنج كرنت، ده المعظم الموجود في البيوت عندنا. في الاطفال لازم نخلي بالنا، احنا عندنا طبعا هيبقى في محاضره اكتر ممكن يبقى فيها تفصيل الكلام عن البيدياتريك بيرن انجن، لكن هنا في الجزء بتاع الالكتريك بيرن احنا عندنا اكتر اماكن بتتاثر في الحلقه في الالكتريك بيرن هو الاورال كافيتي والهاندز بتاع الاطفال. لو انا عندي unattended child وسنه اقل من 4 شهور ممكن يعمل تشيوينج الالكتريك كورد، يمسك كابل كهرباء ويحطه في بقه ويعض الكابل الكهرباء. طيب قبل ما نكمل بس في جايد لاينز بريفنشن، ان احنا عندنا دايما يعني ما تسيبش مشترك او ما تسيبش يعني الكتريك كورد موجود في الشقه او المكان بتاعك كده، وتسيب الاطفال ان اتندد، ولما يبقى في عندك الكتريك كورد دامج دي لازم تعمل لها ريبليسمنت، وتحاول تغطي الحاجات دي
نون كوندكت باكس الفيش اللي موجوده في الحصان ممكن تحط لها نون كوندكت باكس والحاجات دي تبقى متوفره ورخيصه وما تستخدمش الكتريك ابلاينس قريب من الميه او نير ووتر وتخلي الالكتريك كوردز دي بتبقى اوت اوف ريتش اوف تشيلدرن والاطفال دول لازم يبقوا اندر سوبرفيجن خصوصا لو انت جايب لهم الكتريك تويز او الكلام ده كله اي مصدر كهربي لازم يبقوا سوبرفايز ولو في دامج تويز بتشتغل بالكهرباء لازم تبقى ريبيرد او لازم تبقى ديسكارد بقى المنظر طفل صغير هو قاعد ماسك الكتريك كورد ممكن يحدث يعني ينتج عنه انجري الهاند في الحالات بتاعه الهاند انجري احنا المانجمنت بتاعنا بيبقى ان احنا بنعمل الفيشن للهاند وبنريموف التشايلد ده من السورس اوف الكريستي وبنعمل الفيشن للهاند ونعمل دريسنج للهاند وبعد كده ممكن نحتاج ديبايمنت لو كانت هي مور اكستنسيف عن الصوره اللي موجوده دي وبعد كده يعني بنبتدي نعمل الريكونستراكشن بولز بالنسبه لنا سواء كانت ان جرافت او وات ايفر طيب بالنسبه للاورال كافيتي احنا بنقسمها لماينور انجري ومودريت انجري وسيفير انجري الماينور انجري بيبقى عندنا بيحصل افكشن دي الابر او اللور 1/6 زائد الكمشر زي ما موجوده في الجزء ده او ان يحصل افكشن للابر 1/3 من الابر او اللور ليب ده يعتبر ماينور انجري للاورال كافيتي في مودريت انجري المودريت انجري بيحصل من الابر 1/6 او اللور 1/6 زائد الكمشر او ان يحصل افكشن لاكثر من الوبن 1/3 اوف ابر او اللور ليب بعد كده رقم 3 في سيفير انجري يبقى في عندنا فول سيكنس انجري اكستنسيف واخده السكين والموصل واخده كمان اللارج ميكوزا الاريا واصله لحد كمان الايه الفرق طيب التقسيمه دي بتفيد ايه؟ التقسيمه دي بتفيد ان احنا عندنا دلوقتي الريكون كل ما يكون الاكستنت اوف انجري اكتر كل ما يبقى الريكونستراكشن بتاعه اصعب والريكونستراكشن بتاعنا هيعتمد يعني على ان احنا ممكن نعمل ميكوزا ادفانسمنت او ان احنا نعمل في واي ادفانسمنت او ان احنا نعمل ميوكوزا كل ما الدرجه هتزيد كل ما هيبقى الريكونستراكشن مور تشالنجبل طيب الايرلي ديبرايدمنت فيرسس ليت ديبرايدمنت برضو من ضمن الحاجات اللي فيها كونتروفيرسي لكن في الاورال كافيتي اكسبشن الافضل ان احنا نعمل ايرلي ديبرايدمنت الافضل كمان ان في حالات الاورال انجري ان احنا يعني نستخدم سبلينتنج زي السبلينت اللي موجود قدامنا ده علشان نمنع الكيوزس والفيدين طبعا الناتج في الحالات دي بيبقى فيه كمان كاسبر بتبقى موجوده علشان فيدين تشيلدرن في حالات الاورال سكشن باي الكتريك طيب الكومبليكيشنز اللي بتحصل مع الالكتريك كيرن احنا قلنا ممكن يبقى فيه سين انفكشن او اي انفكشن او اي انفكشن او ممكن يحصل ابدومينال انجري زائد الكومبارتمنتال سيندروم طيب الكومبليكيشنز هنعدها كده كاتراكت فورميشن ده الموست فريكونت بوبيلر كومبليكيشن اللي بتحصل مع الالكتريك انجري وممكن يحصل بنسبه من 5 ل 20% من البيشنت اللي هم بيحصل لهم ترو الكتريك بيرنز ودي بتحصل اكتر في لو كان الكونتاكت بوينت موجود عندنا في الهيد اند نيك او الابر ترانك النيورولوجيكال كومبليكيشن ممكن يحصل نمبنس او ويكنس او يحصل ميموري بروبلمز او باراسيزيا او كرونيك بين او ممكن يحصل بريفرال نيوروباثي او يحصل نيورو ماسكولار ديفكتس زي الباراليسيز او بريزز او جوان باري سندروم او المايلايتس او اللاترال سكليروزس او يحصل سمباثيتك اوفر اكتيفيتي ويحصل تشينج في الباول هابتس ويحصل افكشن للورينري والسكشوال فانكشن ممكن يحصل كمان اداينام ايليس واحده من اهم السيريس كومبليكيشنز اللي ممكن تحصل مع الابدومينال او الجي اي تي انجري وستريس السرز اللي هي الكيرلينج السر وسكيليتال انجري فراكشر نتيجه السكندري فولز او الفورس فول تيتانيك ماسل كونتراكشن
والكاتاركت والاي اسكشن ممكن يحصل يعني ديفلوب اب تو 2 ييرز. يعني العيان مش مجرد ان هو بس بيحتاج ايرلي تشيك اب على الاي، لا ده ممكن المشكله تحصل ليتر اون. ديكريز برنابيليتي اوف ذا لينس كابسول، ويحصل دايركت كو ايجولاتيف افكت على اللينس بروتينز، ده السبب بتاع الكاتاركت. دي حاجه دي حاله موجوده في كتاب التوتال بيرن كير. الحاله دي يعني كان حصل افكشن للارتريز بتاعت الفور ارم، الريديال ارتري واتعمل له فين درافتنج، لكن طبعا الحاله دي ما الفين درافتنج ما اشتغلش، وبعد كده حاولوا ان هم يعني في الصوره اللي هي رقم سي هنا حطوا ليتش عشان خاطر الكونجيشن وعشان خاطر يحاولوا يعني يسيف الليمب ده، لكن في الاخر الحاله دي انتهت بامبيوتيشن بعد حوالي 5 أو 6 ايام. فبالرغم من الرساله اللي عايزين نقولها ان الالكتريك انجري برغم التطور اللي موجود في الريكونستراكتيف بروسيدورز والريكونستراكشن على العقود الاخيره، لكن برضه الهاي فولتج بالذات الكتريك انجري بتعتبر مشكله كبيره جدا، والاكستنت انجري بيعتبر يعني ممكن يبقى زي الايسبرج، انت ممكن تشوف حاجه بسيطه جدا لكن من تحت بيبقى انسب بروبلم، وانت ما تقدرش يعني يو كان نوت بريدكت ايه هو الاكستنت اوف انجري، خصوصا في حالات الهاي فولتج الكتريك. وشكرا. شكرا يا دكتور خلاد. فيري نايس برزنتيشن، والحقيقه يعني غطيت تقريبا كل النقط بتاعتها، بس طبعا ده ما يغنيش عن ان ممكن يبقى بعض الستاف من الاساتذه الكرام والزملاء عنده اي كومنت، وبعد كده نفتح الاسئله للزملاء للي عايز يسال. في حد ليه اي كومنت؟ السلام عليكم يا دكتور وسام. عليكم السلام. السلام عليكم يا دكتور خلاد. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اولا شكرا جدا على المحاضره الجميله ديت، وخاصة انت غطيت كل حاجة من اول الباسو فيسيولوجي للكلينيكال للتريتمنت. هي بس حاجة صغيرة انت حضرتك قلتها في المحاضرة، بس انا عايز اركز عليها اكتر، وخاصة للناس الدكاترة الصغيرين اللي لسه بيستقبلوا حالات الالكتريكال بيرن في الطوارئ. الحالة بتيجي يا اما هاي فولتج يا اما لو فولتج، ده الكومن يعني. خلاص كلنا بنركز على المريض الهاي فولتج، وخاصه ان هو بيبقى مع الالكتريكال انجري، بيبقى معاه سيرمال انجري، فانا بشوف السيرمال انجري وببدا اركز معاه هل محتاج ديبرايتنج ولا لا، محتاج ادميشن ولا لا. خلاص وبما انه الكومبليكيشن بتاعته اعلى، فلقوا انه الهاي فولتج ريت دي هاي مورتاليتي ريت ديورنج الايه الادميشن، ولكن اللو فولتج بنشوفه الاي سي جي نورمال ما فيش اي حاجه سيرمال بنروحه. ففي بيبرز منشوره بتقول انه علشان احنا بنعمل لو استيميشن لللو فولتج، صحيح الهاي فولتج مورتاليتي عاليه دورنج الادميشن، ولكن لقوا انه اللو فولتج مورتاليتي اعلى لما المريض بيخرج هو ايه وما بيعملش فولو اب، خاصه زي ما قلت انه في كومبليكيشن ممكن تحصل بعد 1 months up to 2 years. فدي الحاجه اللي عايز بس نركز عليها، انه العيان اللي يجي له فولتج رغم ان انا مطمن عليه، لكن لازم انبهه انه لو حصل اي abnormality او هو شاكك في حاجه، وخاصه ممكن يلاقي التنجلنج والنمنس والماسل ويكنس تستمر الويكس، لو لقيت ان الحاجات دي بتزيد مش بتقل لازم ننبهه انه لازم يرجع ويعمل فول اب عندنا في الدم، لانه اللو فولتج mortality rate اعلى في بعد الديستشارج من الهاي فولتج مورتاليتي ريت عشان اللو استيميشن فور سيشن. شكرا جدا. ملحوظه يعني في الصميم بصراحه. يعني تمام قلتها بس انا بس ايه بالظبط محتاجه انت عملت عليها اكتر علشان خاطر الرساله توصل للناس كلها. ايوه
مشكور جدا. هو انت غطيتها يا دكتور خلاد، ما فيش فيها شك طبعا، وشكرا دكتور احمد على ان انت عايز يعني فوكسنج اكتر على النقطه دي. احنا بس عايزين نقول لزمايلنا الجينيور ستاف بان في الالكتريكال بيرن لازم نبقى فاهمين ان في مشكله يو 2 الكتريسيتي اللي بتعدي في الجسم والثيرمال افكت اوف ذا كارنت زائد الفلاش اللي هو الفلاش بيرن اللي بيحصل وزاويه كونتاكت للالكتريسيتي. يبقى عندنا كذا انجري ممكن يحصل، الكتريكال انجري والالكتريكال بيرن. الحاجة برضو الدكتور خلاد قالها بس عايزين نركز عليها في موضوع اللي هو second look، يعني هي انت تبقى ممكن شايف entry و exit limited injury انت شايفها، لكن في الباثوي ده في another injuries موجودة وممكن يبقى فيه gangrene او necrosis لتيشوز جوه، فانت بتحتاج تعمل second look من 48 ل 72 ساعة، تحتاج تبص انك تعمل ممكن تعمل تاني برايدمنت النيكروتيك ماسل وارد جدا. بس اللي انا عايز باكد عليه هنا ان لو في انجري تندون انجري نيرف انجري بون انجري حتى لو هي انت شايف ان هو افكتد، ما تستعجلش انك تعمل اكسجين ودبرايدمنت ليها، سيبها لانذر لوك، لان ممكن تبقى ديت حاجه كده يعني بارشال وما تحتاجش انك نعمل اكسجين. عكس الفيسلز وخصوصا في انجري بقى للمين فيسلز، لا انت هنا بتحتاج ان انت تعمل اكسجين للجزء الانجري ده وتريبليس ات مثلا بفين جرافت ولا حاجه وتعمل الانستموز بتاعك على اساس تطمن ان بلس سبلاي ماشي، لان هي المشكله كلها لو بلس سبلاي كاتت يبقى كل ديستال بارت تو ذس سايت اوف انجري ات ويل بي لوست. دكتور ماجد لو في حضرتك عندك كومنت ولا حاجه. يعني شكرا يا خلاد، انت غطيت فعلا كل الاسبكتس بتاعت الموضوع. شكرا. انا بس هكرر الكومنتس اللي كنت قلتها قبل كده، ما كان حد من النواب قال برضو الكريتيكال انجري. نعم اتفضل. يعني هي ايه اللي هي المسج تو تيك هوم يعني في الالكتريك بيرن؟ اولا نمره واحد ان زي ما اشار الدكتور خلاد ان الالكتريكال انجري بيبقى الديبر دامج بتاعها اكتر من السوبرفيشال دامج، وده سببه ان هو البون هو الموست ريزيستنت وبالتالي هو اللي بيحصل بيجنريت مور هيت، فبالتالي بيبقى الدامج مور ديب عن السوبرفيشال. دي نمره واحد. وبالتالي يستبع الكلام ده كلينيكال ابلكيشن بتاع الكلام ده ايه؟ زي ما قال الدكتور اسامه ان بنعمل سيريال ديبرايدمنت، يعني ايه؟ ما بيبقاش الصوره لسه واضحه تماما في اول الديبرايدمنت عكس الثيرمال انجري. الثيرمال انجري لو احنا شايفين ده فول سيكنس فبنشيله، لكن في الالكتريك بيرن بيبقى الاون جوينج باثولوجي. علشان ايه؟ ودي نقطه مهمه برضو، ان بيحصل انتيمال دامج للفيسلز، الاندوثيليوم بتاع الفيسلز بيحصل فيه دامج من الالكتريك كارنت، وبالتالي ده بيعمل مايكرو ثرومباي، وده بيؤدي الى delayed effects للنكروزس. يعني ما بيبقاش بس اللي حصل ساعتها، بعد فتره بيحصل نكروزس تاني للتريتوري اللي هي supplied by this vessel. وده يفسر برضو الكلام اللي قاله احمد سالم ان في حالات الماينور الكتريكال انجري ممكن ساعات بيخرجوا وبيبقى فيهم مورتاليتي بعد كده اللي هو في اللو فولتج، سببه المايكرو ثرومباي. المايكرو ثرومباي ده هي ممكن هي اللي بتعمل الديليد موربيديتي او مورتاليتي في اللو فولتج. نمره اتنين، عشان بنقول برضو ان الدامج بيبقى ديبر عن سوبرفيشال، ففي الالكتريك بيرن عكس الثيرمال بيرنز بنحتاج فاشيوتوميز، ما بيبقاش اسكاروتومي بس،
زي ما قال الدكتور زيدان في المحاضرة بتاعته، هنا ممكن الانسنس بتاعت الكومبارتمنتال سيندروم بتبقى اعلى في الالكتريكال بيرز، وبالتالي بنحتاج مش بس اسكاروتومي لا فاشيوتومي، علشان هنا الكومبارتمنت بيحصل سويلينج في المسل وبيحصل انكريز في البريشر فروم وذين ذا كومبارتمنت، فبنحتاج فاشيوتومي. دي لازم الانسنس بتاعتها بتبقى اعلى من الثيرمال بيرز. نمره 3 اللي احنا قلناه ما تستعجلش في الكفرج بتاع الالكتريك بيرن، لان اعمل سيريال ديبرادمنت وبعدين ديليت كفرج. ليه؟ علشان الاونجوينج بروسيس بتاعت النكروز. نمرة 4 في الريسستيشن، زي ما احنا قلنا بنزود الفلويد ريسستيشن بحيث ان يوصل ل 2 او 2.5 سي سي per kilogram per hour في الادلتس، وفي الشيلدرن من 1.5 ل 2 سي سي per kilogram per hour. ليه؟ علشان اللي هي الرابدومايوليسيز اللي بتحصل والمايهوموجلوبين. نمره 4 النقطه برضو اللي اثرها الدكتور اسامه، انك انت ما تستعجلش زي ما احنا قلنا في انك انت تعمل اكسجن، لان بيحصل ساعات بيحصل ريكفري لبعض الاجزاء، وساعات بيبقى فيه اديمه، والاديمه ده هي بعد الـ ما بتروح بيحصل ريكفري تاني للتيشوز ده. هي دي تقريبا الحاجات اللي احنا ناخد بالنا منها في الالكتروجين. واشكر الدكتور خلاد مره اخرى. حد من الزملاء الاساتذه محتاج يعلق او حاجه ليه كومنت؟ اي حد من الاساتذه؟ كل سنة وحضراتكم طيبين. دكتور أسامة، دكتور خلاد، دكتور أحمد بيه. احنا بس كنا بنسأل دكتور خلاد، محاضرة جميلة وغطت الموضوع كويس جدا. احنا عايزين ريفايز تاني زي ما دكتور أحمد سالم قال للنواب في الـ اوت بيشنت الديبارتمنت في الامرجنسي، اما يجيلنا كارنت الكتريك بيرن وهو سليم خالص مش باين عليه اي مانيفستيشن، هحجزه 24 ساعة. من الحاجات المهمه قوي اللي لازم انا ما انساهاش اعمل له اسسمنت في الالكترولايت، اشوف الصوديوم والبوتاسيوم، عشان زي ما حضرتك قلت كده ممكن يحصل له هايبركاليميا، ممكن يحصل له ايليس. الحاجه الثانيه والاهم هو تحت عينيا في المستشفى دايما اسس المايوجلوبينوريا، لان دي ايرلي مانيفيستيشن اللي على طول هطلب المدرس المساعد اقول له والله ده احنا هنحتاج فشيوتوم. دكتور احمد بيه ومحاضرة جميلة وبالتوفيق إن شاء الله. شكرا لحضرتك. في حد من الزملاء الأساتذة ليه أي كومنت قبل ما نبدأ الأسئلة؟ طيب إحنا في عندنا كام سؤال يا دكتور خلاد. طبعا في أولا دكتور عمرو البطاب يشكرك، محمود عبد اللطيف: In cases where there is loss of consciousness, how can you detect compartment syndrome? Do you depend on measuring compartment pressure? هو بيجاوب على نفسه يعني، اتفضل. والله هو يعني الميجرمنت بتاعت الكومبارتمنت بريشر يعني مش افيلبل ان احنا نعمل بيتري او ان احنا نقيسه يعني، لكن دايما بنعتمد على الكلينيكال. يعني زي ما احنا قلنا في انديكيشنز كده، انا شايف ان انا يعني البيشنت ما بيتحسنش مثلا على الفلويد، في الكترولايت ديستربنس وبحاول اظبطه والعيان ما بيتظبطش. ففي حاجات كمان يعني لو انا دلوقتي مش شايف الامور كويسه، لا انا بحس يعني دايما بسسبكت ان في كومبارتمنتال سيندروم، وبقيس كمان المايوجلوبين ليفل قد ايه. يعني كل ده يعني بربطه مع بعضه علشان اقول ان العيان ده فعلا لازم يخش دلوقتي ايرجنت ديب كومبريشن، ولو انت تصدق ان العين محتاج دي كومبريشن اعمل دي كومبريشن افضل. ممتاز كويس. هو برضه في نقطه دكتور اسامه، كان الدكتور زيدان قال الكاردينال ساينز الكاردينال ساينز الفايف بيس. لا بالنسبه للكومبارتمنتال سيندروم، يعني لو انت ما عندكش الجهاز اللي يقدر يقيس الانترا كومبارتمنتال بريشر، قيس السيركمفرنس بتاع الليمب بالظبط. السيركمفرنس كل
كل ربع ساعه بتقيس السيركمفرنس بتاع الليم بالمزوره، ولو لقيت ان هو بيزيد يبقى في هذه الحاله انت عندك كومبارتمنتال سندروم وتعمل فاشيوتومي. او في الفينجرز بالنسبه للهاند واتيفر الليمز يعني عامه. طيب دكتور اسامه فتاح بيشكرك، لكن مش مفيش اسئله منه. في احمد رامي زميلنا من العراق بيشكرك، وبعدين بيسالك how long the duration of admission for electrical burn patients after that I can say he is safe to discharge it, or when I can say the patient had passed the dangerous period of electrical effect on the heart. هو عموما الفتره اللي يعني اللي تعتبر كريتيكال هي اول 48 او اول 72 ساعه. يعني طبعا هو في ديليد افكتس ممكن تحصل، فعلشان كده انا بنبه العيان لو في اي يعني في اي حاجه بالنسبه لك مش يعني مقلقه، انت حسيت بويكنس او انت حسيت بفيجوال ديستربنسز او اي حاجه، لا انت هتجيلي على طول. لكن طبعا. الفتره اللي انا بحدث فيها العيان هي 72 ساعه او 48 ساعه اول 72 ساعه برضو. تمام. في حاجه مهمه قوي برضه عايزين نقولها، ان المانجمنت اوف ساتش ا بيشنت از ا تيم وورك، بمعنى انا از بلاستيك سيرجون عليا جزء، لكن في جزء ثاني زمايلنا في الانتنسيف كير يونتس هم اعتقد هم اللي بيحددوا لو هو العيان ده ادميتد، فبيبقى ادميتد اندر دايركت سوبرفيجن منهم، وهو اللي هيقول اذا كان بي ديسشارجد ولا يستنى شويه. لكن هي المينيمم 24 ساعه. وليه رايح دكتور احمد؟ دكتور عبد الرحمن كلام حضرتك مظبوط يا دكتور اسامه، يعني في الالكتريكال انجري يعني احنا بنقول ايه الانديكيشن اوف هوسبيتاليزيشن ان بيرنز عامه، بنقول بنعتمد على البرسنتج اوف بيرن، دي نمره واحد، او البيرنز اوف سبيشال ارياز، او الانهيليشن انجري، او الالكتريكال بيرنز. الالكتريكال بيرنز من ضمن الحاجات ان حتى لو البرسنتج بتاعتها مش كبيره لازم ندخله زي ما قال الدكتور عبد الرحمن under observation at least for 24 hours علشان دي الفتره، وخصوصا في اللو فولتج. اللو فولتج ما بيبقاش فيه اكستنسيف دامج، لكن ممكن يحصل له اريثميا، الكترولايت امبالانس، الحاجات ده هي، فعلى الاقل لازم احجزه 24 ساعه. فده هي من ضمن الانديكيشن اوف hospitalization اللي هي الالكتريكال بيرث، حتى لو مش هياخد فلود ريسسيتيشن. دكتور عبد الرحمن ليك اي كومنت في النقطه دي؟ ايوه هو حضرتك زي ما الدكتور احمد بيه قال، بس احنا برضو هنرجع ناكد على زمايلنا النواب في الطوارئ ان عيان الكرنت الكتريك بيرد معلش حلاوه انا شايفه سليم تماما، وحتى عملت له انفستيجيشن وما عندوش اي مشكله، لازم يبقى تحت عيني اول 24 ساعه، ولو احتجت اقعده 24 ساعه تاني ما فيش مشكله. بمشي سيستماتيك، لو استاذن خلاد اقول كلمتين سريعا سيستماتيك كده، وهو عندي هعمل له عرض رمض، اشوف الكورنيا، حصل كورنيا الانجري ويعمل له فندس. اهم حاجه انا بالنسبه لي ما فيش مشكله خالص لو ركبت له قسطره وبدات امونيتور اليورين اوتبوت بتاعه واشوف الميوجلوبينوريا. دكتور ماجد بيه قال ان الاوقات في حالات مش اوقات، في حالات الكتريك بيرن دايما الفاشيال افكشن بيبقى اكتر من السكين افكشن، فبيبقى الايرلي فاشيوتومي بالسيركمفرنس مع الميوجلوبين. النقطه الثانيه السيريبرو فاسكولار اكسيدنت فالنربل على فكره في بعض حالات اللو فولتج او الدوميستيك كرنت الكتريك بيرن، ان ممكن العيان يبقى كويس قوي وعلى بالليل يفضل يظهر عنده ابنورمال بيهيفير، فده ممكن يبقى ايرلي مانيفستيشن اوف سيريبرو فاسكولار اكسيدنت او فاسكولار كومبرومايز. بسمع الانتستاينال ساوند عشان لو في الياس بقيسه برضه الكترولايت في البدايه، وانس ان انا بدات اطمن عليه خلال 48 ساعه قبل ما اعمل له تشارج بديله الكارت بتاعه مكتوب فيه كريتيريا معينه وبتابعه، بيجي لي يوميا خلال اسبوع، وبعد كده بيجي لي كل اسبوعين مره، وبتابع بقى معاه كل النقط اللي قالها الدكتور خلاد. شكرا يا فندم. شكرا.
احنا ما عادش فيها عندنا اسئله ما بقوا تالي. بشكر حضراتكم وكل سنه وانتم طيبين ونشوفكم ان شاء الله. عندنا يوم الاربعاء مين يا دكتور اسامه؟ دكتور محمد فريد ان شاء الله. طيب ماشي اوكي. كل سنه وحضراتكم كل سنه وانتم طيبين. السلام عليكم.